شحال مكتاب قريتو، شحال محكاية حكاولي جرب اللي سنسي. ضيفة نوافذ في هذا العدد شعرة ذات إحساس عالي ومترجمة لأغاني وقصائد ونصوص، وهي كذلك أول أمنية متحصلة على رتبة جنرال. رجاء الشابي رقة في الكتابة الشعرية وإحساس قوي بالوطنية والانتماء ورفض لكل أشكال الظلم والمهانة. هي امرأة حرة، امرأة مثقفة، نكتشف بعض جوانب شخصيتها. قلت لي كنت صغيرة، أول حاجة بابا عملها معناتها ديفيرامون في التربية متاعي، اللي مش كيف خواتي، حطني في الكتاب. هما يقراوا في رياض الأطفال وأنا حطني في الكتاب، دونك حفظت القرآن وأنا صغيرة. وأنا مش كان القرآن، كنت حتى معناتها قولوا له كتاب، لكن هو كان كيما ليتود نقراو فيه واحنا صغار، عمري 3 سنين، العربي والسوري والفرنسي تعلمت وانا صغيره برشا برشا. يا اخي بابا كي شافني حفاظه فيسع فيسع، ما نحفظ محفوظات فيسع وقران وكل شيء، ولا هو يجيب لي مغروم بالشعر ياسر، ولا يجيب لي قصايد يقول لي كي احفظ كل بيت نعطيك عليه دور، ويجيب لي قصايد طويله برشا وانا صغيره. دونك ما تسو كي مانتريسي سيتي لي بونبون ولا شوكولا وكل شيء، نفكر كان في هذاك نحفظ بوغ لارجون، كنت نحفظ باش ناخذ فلوس. فهمت سلمان بابا القصايد اللي اختارهم لي رائعين ياسر حلوين، من غير ما نشعر وليت نحب الشعر برشا برشا. وليت نهار اللي ما يعطينيش باش نحفظ قصيده ولا كيف يطول عليا مده، نقول له بابا اعطيني جيب لي قصايد. يقول لي تحب الفلوس؟ انا تو ما عنديش معناتها البيريود. نقول ما عادش حاجتي بالفلوس، حاجتي كان بالقصايد. وليت معناتها سيتي فيتال بو موا، وليت حافظني حاجات ما يجيوش البالك. بخلاف القران بطبيعه حفظني الفيت بن مالك وابن عاشر، وحفظني قصائد كانت تغني فيهم هيام يونس، حفظني معلقات سبعة. وميم طون كان يحفظني بالفرنسي، ما كانش مغروم ياسر بالفرنسي، ما كان يقرا وكان خطو باهي برشا بالفرنسي وكل شيء، كان قاري مليح، ما كان يميل ياسر للشعر العربي. تلما تغرمت بالشعر العربي ونحب نكتب انا، ونخاف على خاطر شعر عمودي وكل شيء، جافي تري بور جي با اوزي. وبيسك كنت نقرا في الفرنسي وكل شيء زاد، ما بديت وانا صغيره ياسر، قلت نحاول ما نكتب بالفرنسي وجابروني دي ريسيتاسيون وكل شيء. بديت نعمل في كيما دي ريسيتاسيون وانا صغيره بالكل، عملت لامي قصيده عمري 6 ولا 7 سنين في عيد ميلادها، اي دو بوي جي با اريتي. سمعت عنك كثيرا، سمعت احلى الكلام، تزوجت اخيرا من فتاه الاحلام، وأغلب الظن أني فشلت في إسعادك، أعطتك أكثر مني من ملكت فؤادك. لا تنزعج أمامي صديق عمري البعيد، فغاية أحلامي أن أراك سعيد. لا تخلق الأكاذيب فأنت عنها غريب، كم أكره أن أكون في قلبك دخيلة، هل تقرأ في العيون أشواقي العليلة؟ لن أفقد الأمل فربما من نصيبي أن أعرف رجل يشبهك يا حبيبي. مهما تداولت الفصول لن أنسى ما كنت تقول، بعض الحب يسعدنا وبعض الحب يشقينا، وبعض الحب يجرحنا وبعض الحب يشفينا. الأمس كان بديعا، مر الزمان كطيف، ترعرعنا سريعا في ضبابة صيف، وجمعت أحلامنا فرحة أيامنا. كم أكره أن أكون في قلبك دخيلة، هل تقرأ في العيون أشواقي العليلة؟ لن أفقد الأمل فربما من نصيبي أن أعرف رجل يشبهك يا حبيبي. كان نحكيه على الغوكي هذه متاعك الانفيري كونتر توا، اللي هو معناتها فيه في برشا من جانب معناتها الشخصي متاعك، حياتك الشخصية، أحاسيسك الانتيم نجم نقوله، ولكن فما كذلك قصائد تحكي على الوطن وتحكي على تونس وتحكي على البلاد وتحكي على دونجي ممكن زادة اللي يحفوا في البلاد. كان تحكينا على ديوان الشعر هذه متاعك. ديوان الشعر هذا عملته وانا عندي ديوان صدر 1998 اسمه لي تور دو لا ريزون، عملت 1700 نسخه اللي مش شويه بالنسبه لتونس وفيه الكل تبيعوا. بون جو نيتي با كونو، عملت اكونت دوتور اما تبيعوا معناتها تو ماش فما منه بالكل. بعديك قعدت انا ديما نكتب، وهذايا زاد عملت اكونت دوتور entre parenthèses matelet le passage par un éditeur mais chez Arash Fitounes ياسر parce que ça coûte presque 3 fois le prix que tu fais matelet que tu me chez un imprimeur وحدك. الكتاب هذا صحيح يحكي على حياتي، خاطر انا كل شيء معناتها جميع الجوانب الانسانيه، نحكي على الحب، على المشاكل، على المراه، الوطن، معناتها كل حاجه كما قال مسعدي، الادب ماساه او لا يكون. وانا نكتب بصفه عامه 90% من الحالات اللي نكتب فيهم نبدا متغشه، نبدأ متأثرة محزينة ولا متغشة ولا متأثرة برشا، فهمت؟ أنا ديك طريقتي الوحيدة في حياتي، طريقتي الوحيدة هي الكتابة باش نعبر على أي حاجة.
فهمت دونك تلقاه يشبه لي برشا برشا وان بلوس انا يظهر لي برشا بليزيوغ فام سو روتروف اونتر مي فيغ على خاطر فما برشا حاجات ما صاروليش ليا انا يصيروا بصفه عامه لبرشا نساء مش كان ليا انا دونك هذيك معناتها هذيا مرايه نتاعي انا انفيري كونتر توا مرايه نتاعي ومتاع برشا نساء توانسه وعرب انا مغرومه ياسر بني زرقا باني في العربي دونك في الفرونسي جي فولو لوي روسومبلي زاد جو سي با كومون سابيل سو ستيل هذايا ما فهمت اما سهل الممتنع معناتها نحب كيما يقراها صغير كيما كبير معناتها يبدا يلقى فيه حلاوه ويلقى فيه فهمت معناتها جي انفي كو ميم لي زونفون لو ليس الحقيقه خاطر بديت نكتب وانا صغيره بديت نكتب وانا انفون جي غاردي لو ميم ستيل نحبو بو ساعات عندي برشا معناتها العباره واحده عندي برشا كلمات نختار اسهل واحده فيهم اسهل واحده ولا بلو سامبل ما نحبش نبدا نلوج اللي كاينها كلمات باراشوتي نو نحب حاجه توصل للقلب وحاجه وانا نكتب ليموسيون تاعي سي بور سا كو سا ام معناتها هذاك علاش ياثر خاطر كتبت وانا بالجواجي كما يقولوها قصايد يكون فماش واحده عملتها وانا ما عينيش ديما نبدا متاثره برشا دونك جو فو ترانسميتر cette émotion. انا وقت اللي كنت صغيره تربيت وقتها طفولتي الاولى وقت بورقيبه كنت تذكروشي وقت بورقيبه كنا نحيوا العلم في المدرسه وكانت ياسر العلم عنده قيمه وتونس ياسر عندها قيمه رضعت في الحليب حب تونس كي نشوف العلم حتى لتوا معناتها جي لا شير دو بول ونتاثر برشا نحب ما فماش حاجه نحبها قد بلادي وباغازار ظروف جاءت ان نخدم في الامن تعرضت لظلم برشا في حياتي تعرضت لظلم برشا في الامن دونك هذاك علاش وانا كامرا من موقعي كامرا وكتونسيه ونحس تونس كاينها مرا كيفي ما نعرفش نحس تونس كاينها مرا انا دايغ عندي ان رومان مازال ما يخرج توا يحكي على حياتي وحياه تونس كاينه زوج نساء احنا بون دونك ديما جو دينونس توت لي انجستيس ما نحملش انجستيس لا في عائلتي لا في لونتوراج نتاعي لا في خدمتي جي توجور دينونسي لي انجستيس سورتو سيل كو لي فام سوبيس ما نحملش معناتها اللي يتعرضوا لهم نساء جوست خاطرهم نساء هكا هو تونس كنت نكتب عليها وانا صغيره خاطر تربيت في حبها وكتبت عليها وانا كبيره خاطرها في خطر pour ne pas te voir mourir j'ai décidé de rester pour ne pas encore souffrir de te voir alité j'ai décidé de résister j'ai décidé enfin de te vouer mes lendemains de me battre pour toi de remporter haut ce combat devant les mâles barbus, les idiots, les rebuts, les assassins, les traîtres, entrés par la fenêtre de nos bêtises, nos peurs, comme des cambrioleurs. Quoi qu'il en soit, je serai là. Par les cris, par les écrits et même par les armes, je défendrai ton charme, ton drapeau, ton histoire. Ma Tunisie chérie, réveille-toi de ce cauchemar. عندي قدرة على الحفظ كبيرة برشا ملي أنا صغيرة دونك جو كوني لي فلور دو مال تاع شارل بودلير نموت عليها وحافظتها باركور كلها و جو لوي تخدوي دو تخي بو بوام جابخون بوكو معناتها نحب برشا لا فاريتي فرونسيز لي شانسون كلاسيك كيما جاك بريل إديت بياف شارل أزنافور هذوما الكل متأثرة بالكتاب الكل نحب أوغو فيرلين غامبو الكل نقرا لهم ملي أنا صغيرة بيان سور بودلير طيح عليهم الكل فهمت نحب زادا ألفريد دو فيني دو ميوسي كلهم غيدو موباسون ترجمت له نصوص عملتهم شعر بالعربيه وبالطبيعه نزار قباني ترجمت له برشا قصائد بالفرنسويه قلت لكم المره الاخرى برشا اغاني تاع ام كلثوم ثلاثه ولا اربع اغاني عبد الوهاب عبد الحليم نجاه الصغيره شعراء عرب وتوانسه بالطبيعه بخلاف اولاد احمد ادم فتحي سي خالد الوغلاني مصف المزغني برشا وبالطبيعة معناتها الاخرين عندك احمد مطر امل دنقل معناتها ما تصور معناتها فدوى توقان نهزك الملائكه كل قصيده تعجبني نترجمها من غير ما معناتها سان يسفيك معناتها نحس بها اذا كاني بالعربي نعملها بالفرنسي كاني بالفرنسي نعملها بالعربي هذا غرام وعشق سي اون باسيون ملي انا صغيره ne me quitte pas il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas,
ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. لا تذهبي حبيبتي, لا تهجريني. جربي النسيان والتغاضي عن كل آلام الهوى, عن كل جرح الماضي. لا تسمحي قط للخصام, ولا لسؤال الشك, ولا لمر الكلام بخنق الود والوئام. فالحب لا يحتمل كثرة السؤال, والبدر لا يكتمل إلا بعد الهلال. أرجوك لا تتركيني, لا تذهبي حبيبتي, لا تهجريني. سأهديك حول الجيد لآلئ من ماء, من بلد بعيد لا يعرف الشتاء. أجمل الدرر قطرات مطر, وأظل أحفر الثرى. ولن ينتابني الكرى, ولن يوقفني الردى, ولن أخور حتى أصوغ لك رداء ذهبا ونور. وبه تتربعين على عرش الياسمين, في مملكة يكون فيها الحب قانون. أرجوك لا تتركيني, لا تذهبي حبيبتي, لا تهجريني. أنا نقرأ قصيدة تعجبني برشا برشا, نحط روحي في بلاصة الشاعر متاعها, ناخذ الإحساس معناتها المعنى متاع القصيدة, شنو ترمز, شنو إحساسها. وكاين معناتها تلما هو يحسسني ويعجبني, كاينها صارت لي ليا, فهمتني, وجممي معناتها كاني ما قريتش القصيدة, ما الحكاية متاعي أنا هي مثلا بالعربي, والحكاية ولات متاعي ما نكتبها بالفرنسي, وإلا الحكاية هي بالفرنسوية, والحكاية ولات متاعي أنا ونكتبها بالعربي. سينو ما نحسش, ما نحطش روحي اللي أنا قاعدة نترجم الحكاية اللي صارت له, ولا اللي هو تأثر بها وعمل عليها كالقصيدة, كأنها صارت لي أنا بالضبط, وكأني من أول جديد باش نعملها أنا, أما جوست بلغة أخرى. ننس ما نحط في مخي نحب ترجم, وما نحط ما نحبش نتخيل روحي نترجم. دونك معناتها كأنها متاعي أنا, هذاك علاش تطلع فيها الإحساس برشا, فهمت, كأنها صارت لي, فهمت. تحل ديكسيونير ولا ما تحلش؟ جامي, عمري ما نحل ديكسيونير. انا عندي معناتها متشبعه برشا بالعربي وبالفرنسي, ما عندي حتى مشكله. المره اللي فاتت في معرض الكتاب نقرا في قصائد, وقتها في تقديم كتابي في معرض الكتاب, في الاسئله نتاع المستمعين, وقتها فما واحد قال لي انا لاحظ لي انت بريزونير دو لا ريم, اللي انت سجينه القافيه, وديما معناتها ديما كل شيء بالقافيه. قلت له ربي اعطاني لغه غنيه برشا, علاش معناتها بوركو ما بريفي, كي عندي مثلا واحد داخل مثلا يحب يقول حاجه بصفه عاديه, وانا نجم نقولها بصفه جميله جدا وبصفه فيها القافيه, علاش لا؟ عندي اللغه العربيه غنيه جدا, اللغه الفرنسيه غنيه جدا, وانا جو بوسيد سي دو لونغ, متشبعه بهم, علاش ما نعمل؟ اما خير نكتب حاجه عاديه ولا حاجه تدخل للقلب وحاجه حلوه ميوزيكال. دونك سي بور سا جو مون بريف با, معناتها جو مو كونسيدير با بريزونير دو لا ريم. لم أعد أحيا لذاتي, لم أعد أحيا لذاتي, لم أعد أملك شيئا في حياتي, لم أعد أملك أمري منذ أن قرئ كتاب, منذ أن فتحت باب للألم للندم, منذ أن قلت نعم إني زوجتك نفسي. لم أكن أعلم أني قد بدأت بحفر رمسي وحياتي البائسة بقبولي ودخولي يومها سجن النساء. كنت أعمل ألد أهب الوجود, أعطي حبا بلا حدود, كنت أذبل كالورود, كنت أقبل كل ما تملي الحياة من واجبات, كنت أشقى من الصباح إلى المساء, كنت في سجن النساء. ودخلت السجن حبا, ودخلت السجن طوعا بقراري وغبائي واختياري. لم أكن أعلم أني قد سعيت لدماري, لم أكن أدرك أني قد بدأت الموت بطئا كلما تشرق شمس بنهاري. وكرهت غربتي وأنا بداري, كم فررت كم طردت, ثم عدت بصغاري يائسة مرة أخرى إلى سجن النساء. صودرت حريتي في كل شيء وأنا في عقر داري, فضربت وشتمت, ورأيت الحب يمضي لا يعود, ورأيت العشق ينقلب جحود, ورأيت القلب يمضي مسرعا نحو الفناء, ورضيت بنصيبي والعناء. وأصيبت أعمق أعماقي بحزن وانهياري, بفتور وأسى, وكرهت العيش في سجن النساء. أما من كان حبيب قد غدا عني غريب, زاده الزواج عتقا, زادني ألما ورقا. كلما أسأله أين الوفاء, أين أحلام الهوى, أين هاتيك الورود, أين هاتيك الوعود, ولما هذا البرود, لما ترجع متأخر. كان يسخر, كان ينظر باحتقاري ويقول لما أنت في انتظاري. لا
لم تعودي حبيبتي، صرت أما لصغاري. اقبلي هذه الحياة بخضوع وسكات. ماذا تبغين من الدنيا هنا غير إرضائي أنا؟ كنت بالأمس القريبي، كنت أدعوه حبيبي. أراد أن يقتل في كل كبرياء، أراد بل فرض علي طاعة عمياء، وقتل في داخلي عدة أشياء. لكنني لم أنحني، لم أنثني، لم أنكسر، لم أستتر. وراء خوف أو رضا أو قبول بالقضاء كان قلبي ينبض حرا طليق، كان عقلي يصرخ كلما الصدر يضيق، كلما الدهر قسى، كلما هدني سجن النساء. ولأني كنت أما لم أكن أرتاح يوما، لم أعد أبغي الهرب، أدفن في داخلي كل الغضب، وأواري ثورتي وسط الكتب كان يمعن في احتقاري. فتمردت، صرخت وبكيت وكتبت صرختي، حزني وناري بدموع التعساء، بمآسي ضمها سجن النساء. كنت أستلق الفرص لأدون في سطوري كل أحساسي، شعوري، كل ما يشغل بالي، كل أفكاري وحالي، بسؤالي لإله قيل لي أنه قال أنني ملك حلال، جسدا عقلا ومال لرجل. أبدا لم أحتمل أن يقال باسم رب ورسول أن أمثالي بأنصاف عقول، قد خلقنا ناقصات، قاصرات، عاجزات، دونما أي إرادة للعبادة والولادة والعمل دون ملل، والفراش دون نقاش، والعناء كالبؤساء داخل الأسوار في سجن النساء. وأخيرا قد علمت لحسن حظي أن سجاني يقضي يومه طول النهار ولياليه الطويلة عاشقا غيري خليلة. لم أعد أرضى المهانة والخيانة والنفاق، وطلبت الانعتاق وتمنيت الطلاق. وبدا النور يلوح في وجودي، وبصيص من أمل بخلاص من قيودي. رغبت إحدى الجواري في الهوان أن تضمها مكاني ما كرهت من حيطان، أن تدخل الحياة من بوابة الأحزان، إذ غاية أحلامها هذا المكان. أما أنا فتركت لها القضبان والجدران والأحزان، إذ لم يعد لها في عالمي سلطان. وأخذت كل يوم أعلن العصيان، وألعن السجان وأكسر الحيطان. وقرعت الجرس بثبات وافتخاري بعدما طال انتظاري، وغلبت الحرس وخرجت وانطلقت حرة قاهرة سجن النساء. رجاء الشابي كتبت إذن على حياتها، على أحاسيسها، على كل ما يخلجها من مشاعر، وتوجهت كذلك في قصيدة من قصائدها إلى ابنها اللي كان مازال جنين. Dans deux mois, tu seras née. J'aurai 28 hivers. J'ai si peur de partir dans la nuit profonde. J'ai si peur de mourir en te mettant en monde. Alors je me présente à toi, te confie mon amour. Si dans mon cœur il ferait froid quand tu verras le jour, à toi je me confesse, écris ma souffrance et déclare ma détresse avant la délivrance. Voilà, je m'appelle Raja, ce qui veut dire espoir. Mais je l'ai perdu et déjà je n'ose même plus y croire. Je suis une faible créature, une impuissante femme. L'injustice me torture et assombrit mon âme. Car naître femme chez nous, c'est pour certains perdre la cause. C'est devoir vivre à genoux, un statut qu'on m'impose. Je n'ai déjà coupable, sous-estimé à tort, et jugé incapable de gérer seul mon sort. De cet impossible crime, seras-tu condamné? Seras-tu bourreau ou victime avant même d'être né? Que seras-tu, fille ou garçon? C'est la question que je me pose. Alors qui paiera la rançon qui sera mis en cause? Je n'ai jamais eu un grade في وقته، إلا وجو ني جامي الخطط الوظيفيه اللي عندي فيها الحق عمري ما خديتها بالكل، رغم تفوقي، رغم الكفاءه نتاعي وكل شيء. دونك جو ماتوندي با دو تو افوار سو غراد. قلت انا حتى الرجال ما ياخذوش هذايا، امبوسيبل، سي باش يعطيو المراه، عمري ما سمعت انا وكل شيء يعطيو مع المراه بالكل. دونك جو ماتوندي با دو تو، مي اوروزمون يباري معناتها كلموني قالوا لي راك توي برومي او غراد دو كوميسار جينيرال بروميير كاتيجوري اللي هو اعلى حاجه. فهمت، فرحت برشا برشا. الاوسمه حاجه في الداخليه، والرتب بحاجة اخرى. الاوسمه او كور دو نوتر في بروفيسيونيل ناخذ زوز اوسمه، وسام صنف ثاني والوسام صنف اول، اللي تشوف فيهم زوز خذيتهم انا ليا مده والحمد لله. ويجي هذوك سيستماتيك. الرتبه انا فرحانه بها ياسر، هي سي لو بلافون دي غراد، اقصى رتبه في الامن الوطني، محافظ شرطه عام صنف واحد. نشكر برشا وزارتي كلها، والسيد وزير الداخليه اللي توسمت في عهده، والقياده الامنيه كلها. معناتها فرحانه برشا وفخوره ياسر، وان شاء الله برشا ناس يتبعوني، برشا نساء، برشا زملاء ذكور والاناث، ما خصوصا انا خاطر متعاطفه ياسر مع العنصر النسائي. ان شاء الله يتبعوني برشا نساء. Nous aimons le pays comme personne ne l'aime. Nous l'aimons de jour, de nuit et le dimanche de même.
Et quoi que l'on nous fasse, et où que l'on nous chasse, un jour nous reviendrons ici en conquérants. Et la lune claire regagnera nos nuits, et les arbres verts repeupleront nos prairies, et le martyr sous terre criera de sa voix triste. Je salue mes frères qui se battent et résistent. Nous aimons le pays pour que personne ne l'aime. Et quoi que l'on nous fasse et où que l'on nous chasse, un jour, nous reviendrons ici reconquérir le même pays. تصغير ولد أحمد سي كيلكان دو سبيسيال دو تري سبيسيال صحابه معناتها القراب يعرفوا هذا وكان ما يخافش من حتى شيء بالكل وكان معناتها قلبه أبيض ياسر معناتها كي حاجة ما تعجبوش حتى في أصدقاء معناتها كان في سما يتنرفز نرفوزي وفي سما ما يبرد وكل شيء كان قلبه طيب والناس كل تحبه معناتها أصحابه أنا تعرفت على طريقه هو على أشخاص معناتها في غاية الأهمية بهين برشا و ومعتها من جميع الطوائف معتها فنانين كتاب شعراء ياسر معتها التجربة نتاعي معاه كانت حلوة برشا 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 وهو أنا كيف عرفته هزيت له قصيدة خاطر وقته هو مريض وأنا مواطنة عادية قلت له راني مواطنة عادية وحسيت عليك اللي أنت مريض ربي يشفيك وذي قصيدة ليك فهمت قال لي حل الفيسبوك تو تلقى اسمي هكا هكا وبعث لي وقبل صديقتي فهمت ولينا امي على الفيسبوك هكا وساعات معناتها مع صحابه يستدعيني ولا تبدا عندهم وهو مريض عرفته هو مريض ما عرفتوش هو لاباس عليه كانت عنده عزيمه اقوى من الحديد كانت عنده عزيمه مش معناتها هو مريض ويعطي دروس للي لاباس عليهم في العزيمه وفي حب الحياة كان ما يحبش الحزن ما يحبش الكره ما يحبش الحقد معناتها بالحق شاعر الحب بالحق فريمون وكان يحب تونس بصفة ما ديتهاش في حياتي وما عرفتنيش بالكل فهمت معناتها هذاك علاش عجبني برشا خاطر انا معناتها نحب تونس ياسر فهمت وهو معناتها حببني في حب تونس فهمت زدت حبيت تونس اكثر كي عرفته كنت ساعات انا نقرا كيما هنا في الكتاب هذايا حالات طريقه تهولي مره انا قاعده هو مستدعيني المناسبه قبل ما نمشي وقت نستنى في الوقت قريت هذايا في حاله اختفت النساء من البلاد عجبتني ياسر شديت ورقه صغيره وترجمتها يا اخي بعدك حطيتها على الفيسبوك نتاعي وحدي قال لي تشبه قصيدتي بالعربي قلت له هذيك هي قصيدتك اللي بالعربي قال لي اش معناتها يا اخي ترجم انت قلت له قال لي ما قلتليش قلت له انا نترجم معناتها القصيده معناتها الشعر الى شعر فهمت يسخايل لك هاو هذيك قال لي عجبتني ياسر الله يعطيك الصحه وكل شيء كنت كل نهارين ثلاثه نترجم حاجه عملت له الهي العلي عجبتني برشا برشا قال لي اخي قول لي شنو حكايتك انت كل مره تترجم حاجه تشبه القصايد قلت له يا ولدي راه قصايدك هذوك انا نترجم فيهم خاطر ياسر عجبوني لم يمكن 20 قصيدة وبش خرج كتاب لليفو دار بعث يا أخو في راي برشا عبيد في فرنسا مختصين قال لهم مش نعمل لليفو دار وهو دوم الترجمات اللي قالوا له أنشر قصائد راجي الشيبي ينتفر في البحر جاي ودعي حمل سلامي توما سيت كيف شريتهم من معرض الكتاب مدام ألفة يوسف سيت كونتروفيرس اون اسلام بارلونزون شريت كاترين بن سعيد ليبر داتر فام شريت زاد نتاع صديقتي لا ليبرتي اون هيريتاج نجاة عبد القادر فخفاخ سيت ان تري بو ليفر ذا يتباع في باريس خرج معناتها بعدد باهي برشا وسي شكري مبخوت زاد السيده الرئيسه رشت عشق نتاع صديقي سي عبد الوهاب المنصوري وذي مدام راويه جراد صفاقسيه ذي عامله كتاب ياسر 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 عجبني انا ما كنتش نعرفها شعر عمودي خارق للعاده ياسر حلول كتاب صغير لكن انا ياسر ياسر عجبني ما كنتش نعرفها المراه تعرفت عليها في معرض الكتاب وشريت ذي الكتاب فريمون ياسر عجبني وسي نور الدين زهمول ذي مؤلف عايش في فرنسا عمل كتاب اسمه عم ككه على لوريجين دي مو نتاع تونس معناتها الكل معناتها كل كلام عندنا شنو هو اصله عربي ولا بربري ولا انجليزي ولا لوريجين دو تو لي مو منين جات معناتها دراسه ياسر 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 حلوه وقت حضرت لا سيناتور وعجبني برشا هذوما هما اللي شريتهم توا وقريتهم ونحب نحكي على صديق
صديقتي مع مدام ألفة يوسف بدات عبر الفيسبوك، ما كانش تعرفني بالكل بالكل، وعرفنا بعضنا في معرض الكتاب. هي تعرفني بالكدا ونحكي معها حتى في التليفون، اما ما شفناش بعضنا كان في معرض الكتاب المره هذيا. قالت لي بعد الصديقه الافتراضيه هاي صديقه واقعيه توا، وشجعتني هي على الشعر نتاعي زاده كاظن هما اللي توا قريتهم. ونحب ياسر القراءات معناتها الكتابات النسائية، فما برشا كتابات يعجبوني عندي زادة قديتها معتها توا. أنا بصدد مشروع ترجمة لكتاب المفكرة التونسية رجاء بن سلامة اسمه العشق والكتابة، قلت ربي إن شاء الله معتها أنا عندنا مشروع متاع ترجمة إلى الفرنسية، ومع سي يوسف الصديق مشروع ترجمة كتابه لا ريفوليسيون إناشفي إلى العربية بدأته معتها توا بديناه لنا مدة. هنا الأمن يشامخ، هنا الأمن عنيد، مجاهد وعتيد، فالأمن فينا عقيدة والعزم منا حديد. سنبقى بالمرصاد لأعداء البلاد، سنبلغ الشهب لأجل أرضنا، وربيع العرب سيزهر هنا.